السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم استاذ ريان. اهلا لاله فاطمة. شكرا لك، كنشكرك على الزمان. شكرا، الله يرحمه والديك، ديما كتشجع علينا، الله يرحمه والديك. بارك الله فيك لاله، ديما كنسمع عليك، والله الا رديتي لنا الطريق. شكرا بزاف، اعزك الله لاله، اعزك الله يا ربي يرحمك. الله يرحمه والديك، بغيت منك واحد الدعوة، راني مريضة. لا اله الا الله، الله يشفيك، الله يشفيك يا ربي، يجمعك يا ربي يرحمه يا ربي. اش كيضرك لاله فاطمة؟ هاد التمهيد لاله فاطمة كيبان لي بان المرض النفسي عندك اكثر من المرض العضوي. قال لي طبيب عندك الاعصاب، وكان ناخذ غير الدواء، كنعس بالدواء. شي قال لي عندك الصحه، شي قال لي عندك النفس. اش عصبك لاله فاطمة؟ شنو اللي عصبك؟ اش كتسوى هاد الحياة اللي عصباتك؟ ما عنديش كاع انا العصاب، ولكن ما عرفتش، كنترعد، كنحس بالبروده، وكيشدني داكشي من كرشي كيعصرني، من بعد كيبدا راسي كيشدني بالراس بالعيني، كلشي كيشدني داكشي الدب ديالي، وحتى الماكله اللي كتاكلها ما. والمنام ديالك لاله فاطمة، المنام ديالك كيكون مرتاح ولا كيكون هو مع الدب؟ شويه كنحلم باللي كناكل مره. لا اله الا الله، للاسف انقطع الخط. معذره لاله فاطمه، لا اله الا الله، لان تكلمنا الاحلام، لان بعض الامراض الروحيه سكانير ديالها هي الرؤى المناميه. الخبراء في الميدان المتعلق بالرقى الشرعيه باش يعرفوا السكانير ديال المريض، كيقول ليه ماذا ترى في المنام؟ هل نومك مريح ام لا؟ اذا كان النوم مريح نقول هذا سليم، لان اول تجلي للامراض الروحيه هو في المنام. اللي منامه مريح كنقولوا له انك تتمتع بصحه نفسيه جيده. اذا كان النوم فيه اضطراب، قد يكون سببه اضطراب الحياه الدنيويه، ضغط العمل، مشاكل عائليه، لكن اذا تحول الى احلام مزعجه مخيفه، كان يرى ان هناك بحر يهجم عليه، أو أنه يسقط من مكان مرتفع إلى الهاوية، أو أن هناك حيوانات مخيفة كفئران أو قطط سوداء أو ثعابين أو عقارب، هذا كله يدل على أن فيه مس. أما إذا كان يشعر بالارتعاش في جسمه، عنده الرعشة وعنده شيء يجري في دمه، كيشعر شي حاجة كتمشي وتجي في الدم، بحال شي بية كتمشي وتجي في الدم، او غير ذلك بحال شي حمصه كتجري، كنعرفوا بان هذا علامه المس. في الغالب لاله فاطمه، الحاله اللي قلتي بانك كيتنقل لك من مكان لمكان، هذا اللي كيتسمى التمريض. كاين هناك المرض، المرض معروف عند الاطباء اهل الاختصاص، اللي داروا الراس عنده الشقيقه، اللي داروا البلعوم، اللي عنده الكواط، اللي عنده القلب، اللي عنده الرئه، اللي عنده المعده بومزوي، اللي عنده الركابي، اللي عنده البروده، معروف. كل مرض كنعرفوا كنمشيو ليه مباشرة، لكن كاين واحد النوع آخر من المرض غريب، اللي هو اللي كيتسمى التمريض. التمريض هو حالة نفسية متنقلة، كتلقى الواحد اليوم يقول دارني الراس، غدا غنمشي عند الطبيب ديال الراس باش يعالجني، غدا ملي كيفيق كيلقاو دارينو الركابي، تحول ليه المرض من الراس للركابي، كيقول واقيلا كنمشي في شي طبيب ديال العظام، يلا كيستعد يمشي عند الطبيب ديال العظام كضرو المعدة، يقول واقيلا عندي شي مشكل في المعده، وهكذا كيبقى يتحول ليه من مكان لمكان. هذا كيتسمى التمريض. هاد التمريض له اسباب، كي الله يسترنا ويستركم كيجيب التوكل. شي واحد عدو من الاعداء او خصم من الخصوم، كيعطيه طعام في توكل، كيعطيه في واحد المواد لما نذكرها لان هي بسيطه ومؤذيه، كي ياكلها كيعود مريض، او كيعمل ليه عمل شيطاني كيعود مريض، هذا التوكل. وكاين اللي كيوكلوه عالم الجن والعياذ بالله، ناعس كيحلم كياكل، وكيجوا عالم الجن كيبغيو يؤذيو وكيبقى يوكلوه شي ماكله هو كيحلم، وتما كيوقع ليه التوكل، وهو كيعود واحد الميكروب خطير داخل المعده، راه كيمشي عند الطبيب وكيدير لافاج ديال المعده، كيغسل ليه المعده كامله، ولكن ديك النبته كتعاود تنبت من جديد. وهنا كتلقى دائما كيشعر بالتمريض، وعنده علامات في الاظافر ديالو والجلد ديالو والعينين. المهم حنا غنختصروا الكلام وغنقولوا قل كل من عند الله. ربي سبحانه وتعالى خلق الداء وجعل لكل داء دواء.
ومن بين الأدوية المستعملة طبعا هناك مواد كيماوية وهناك مواد روحية، لكن أعظم دواء، ما هو أعظم دواء أيها الأحباب الكرام؟ وهو الدعاء، أعظم دواء الدعاء. ربنا عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ملي كتدعي الله سبحانه وتعالى فإنه يكتب عليك مكاتب الخير ويقول يا ملائكتي ارفعوا عن عبدي الداء، ارفعوا عنه بلا طبيب ولا راق ولا معالج، ارفعوه. وفي المنام تتنزل رحمات الله، في المنام تتنزل بركات الله، وتستيقظ وكأنك كنت تكذب، ما فيك لا مرض ولا سقم. شحال ديال الناس كنعرفهم عندهم كي عندهم بوزلوم، وكاين اللي عنده السياتيك، وكاين اللي عنده شي امراض غريبه جدا. لما داوم على الدعاء والذكر، الدعاء كيشافي والذكر كيقوي. عقلوا على هذه، الدعاء يشفي والذكر يقوي. غنملأ وقتي كله بذكر الله وبالدعاء، وانا ذاك تكون ان شاء الله تعالى حياتك كلها طيبه سهله ميسره، غتعيش سليم صحيح حتى نهار تجيك الموت بلا تعب ولا مشقه، غير صلي وتودع، ما تعذب، ما تمشي دير عمليات، ما تنعس في مستشفيات، ما تلقى هناك جراحات. طاهر مطهر، سجود ركوع ثم غيبوبه ثم انتقال الى الرفيق الاعلى بسكرات الموت، باش بفضل الدعاء والذكر. الدعاء يشفي والذكر يقوي. واسال الله الكريم للا فاطمه ان يشافيك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا شافي يا عافي. اللهم هذه اختنا فاطمه بين يديك، انت اعلم بحالها، اللهم شافيها وعافيها. رب الناس اذهب الباس، رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. اللهم شافيها من الامراض الروحيه ومن الامراض النفسيه ومن الامراض البدنيه، اللهم شافيها شفاء تاما كاملا شاملا يا رب العالمين. اللهم اشفيها في المنام يا رب، اجعل نومها شفاء، تستيقظ صباحا وقد ذهب عنها الاذى وقد تجدد فيها الشباب والحياه، وارزقها يا مولانا رزقا حسنا، وهيئ لها من امرها رشدا. يا رب كل من قال امين ارزقه مثل ذلك وزياده. قولوا معنا جميعا امين، امين امين يا رب العالمين.